ازيكم يا اصحابي؟ النهارده معانا درس جديد في برنامج مايكروسوفت اكسبريشن، بنتكلم عن اضافه ارتباطات تشعبيه. والارتباطات التشعبيه دي يعني حاجه بتكون موجوده في الصفحه على هيئه مثلا كلمه، بنشوفها دايما في موقع، مثلا تلاقي مكتوب للتحميل اضغط هنا، وانت ما بتدوس على كلمه اضغط هنا دي بيفتح لك لينك او بيفتح لك ملف. هي دي فكرة الارتباطات التشعبية. هنشوف ازاي نعملها مع بعض في البرنامج. اول حاجة بنفتح البرنامج، وزي ما اتعلمنا بنعمل ملف جديد زي ما اتعلمنا في الدرس اللي فات. دوسنا HTML، تمام، الملف فتح اهو. عايزين نعمل ارتباطات تشعبية في كذا طريقة. اول حاجة ان انا ادوس على كلمة insert، تمام، وادوس على كلمة hyperlink، هتفتح لي الصفحة دي. هختار existing file or web page، وبعدين هختار من هنا او هكتب هنا الرابط او اللينك بتاع الموقع اللي انا عايز اضيفه. فهكتب مثلا www.nafham.com، تمام، وهدوس OK. اتضاف هنا www.nafham.com، بس لو نلاحظ ان هي تضاف باسم الموقع، يعني انا هدوس على الكلمة دي هيفتح لي موقع نفهم. لكن لو انا مثلا مش عايز يظهر اسم الموقع، يعني يظهر اي كلمة تانية، او ما ادوس عليها يفتح الموقع برضو، زي كلمة مثلا اضغط هنا. فممكن اشيل دي كده واروح كاتب مثلا هنا، اكتب مثلا اضغط هنا، وهروح اعمل سيلكت او تحديد لكلمة اضغط هنا، وهروح دايس كليك يمين، وانزل تحت خالص عند كلمة هايبر لينك، واكتب برضو هنا نفهم، تمام، www.nafham.com، تمام، وادوس اوكي. لو نلاحظ الكلمة اتغيرت لونها، بقى ازرق وبقى تحتها خط، ده دليل ان هي بقت لينك. واما اشغل الكود وفي النهاية خالص، اما ادوس على كلمة اضغط هنا هيفتح لي موقع نفهم. في طريقة تانية اسهل، لو انت بتستخدم بسرعة ممكن تدوس كنترول زائد حرف كي، هيفتح لك على طول الصفحة دي. دي كانت طرق ان انت تضيف لينك. في بقى ان انت لو عايز تضيف صورة مثلا او ملف، اي ملف عموما ممكن تضيفه. على سبيل المثال انا هضيف صورة، فهندوس برضو insert وهايبر لينك عادي، existing file or web page، تمام، زي ما هي. هنختار من هنا الملف اللي عايزين نضيفه. مثلا انا هضيف الملف ده، دي صورة، تمام. لو نلاحظ ان الصورة طبعا مش هتضاف كصورة، هو متضاف العنوان او الرابط بتاع الصورة على الجهاز بتاعي. لكن ببساطة ممكن هو افتحها مثلا كنوع من التجربة. هندوس كده كنترول وكليك، هفتح لي الصورة، هي فتحت تحت، دي الصورة اللي انا كنت ضايفها في اللي انا اخترتها، يعني اهو ظهرت هي هنا، ظهرت كطريقة كعنوانها على الجهاز، مكانها فين على الجهاز. لكن لو فتحتها تفتح لي الصورة اللي هي اللي انا حطيتها. كده بيكون خلص الدرس، أتمنى إن هو يكون سهل، وشكرا جزيلا لكم.